السلام عليكم، معكم محمود من قناة رؤى لايف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، للمرة الألف أقول لك الاختيار في الزوجة، يعني لما تيجي تتزوج اختيار الزوجة على أساس واضح، ده مهم جدا، لأن مع الوقت هتدور على حاجة تحبها عشانها أو تكمل معاها عشانها، مش هتلاقي، وهتلاقي نفسك ماشي بالدفع الذاتي كده ومش عارف انت رايح فين وجاي منين، مش بتاخد قرار. بعض الناس بتحب تاخد القرارات العنترية، هيطلق للأسف وهو لسه ملحقش يكمل سنة ولا سنتين. ليه؟ علشان مش متزوج على أساس. بس أنا عايز أقول إيه النهاردة بالظبط تحديدا. أحد الناس تزوج واحدة محترمة كويسة وكل حاجة من روسيا، وهو راجل عربي، وبعدين يعني بيلومه احد اصدقائه، مش انا يعني، بيقول له يعني ايه مراتك ست كويسه ومحترمه وملهاش في اللوع، يعني ليه تلوعها انت وتعرف عليها واحده وكده. فبيقول له ان انا بدور على واحده تانية، يعني او بدور على زوجه، مش بدور على واحده امشي معاها، انت عارفني وبتاع وكلام من ده يعني. فوصلني الموضوع، وشوف ليك انت ليك كلام عليه مثلا ولا حاجه، خليه الراجل يعني ايه، واضح ان هو نفسيا متوتر فبيعمل الحاجات الغلط دي، ودي مش عادته او مش طبعه ان هو يخون او كده او يعرف ستات يعني. فالمهم انا تحرجت ان انا اتكلم معاه لان هو راجل كبير في السن مش صغير يعني. فالمهم حد تقريبا ان هو نفس الشخص كلمه، قال له يكلمني، هو بقى اللي يكلمني ويفتحني في الموضوع ويشوف رايي ايه. فهو اللي كلمني الصراحه، قال لي ده انا بدور على زوجه تانية من الاخر، ويعني بعض اصدقائي شافوني في قاعد مع واحده فبيلوموني ازاي ومراتك ست كويسه وبتاع. فبيقول لي انا قلقان بقى من اصحابي دول او معارفي دول يروحوا يكلموا مراتي بقى ويعملوا لي قال يعني مصلحين، قال يعني فاعل خير. قال لي انا ما بحبش بقى الدماغ دي والصنف ده. قال لي وانا مش صغير بقى عشان اقعد اتخانق مع كل دول وبتاع، ولا واحد دماغه وعيالي. قلت له لا معاك حق، يعني ان حد يفتن عليك او كده اكيد عند مراتك اكيد مش حاجه لطيفه، اكيد ليه مقارب او مش حاجه صح يعني. المهم دي حاجه. الحاجه الثانيه ان قلت له طب هو انت بقالك قد ايه في الموضوع ده؟ يعني بقالك قد ايه بتبحث وبتقعد مع ستات وبتصرف عليهم فلوسك بقى طبعا؟ قال لي لا مش قوي زي ما انت فاكر وبتاع، ده بقالي اكتر يعني سنه سنه وشهرين، مش كتير يعني. قلت له ما انت اصلا متجوز بقالك سنه سنه شهرين. قلت له متجوز تقريبا؟ قال لي لا بقالي سنتين وشويه يعني. قال لي بس من اول سنه بدا يظهر عيوبها. قال لي يعني ايه؟ قال لي في شغلها ما بيطيقوهاش، دمها تقيل، مش عارف كلام كده يعني. قال لي بس عارف انا مكمل معاها ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي علشان امينه جدا وصادقه جدا للاسف. فسبحان الله، الناس بتدور بالملقاط كده، يدور فين الست الامينه الصادقه. ده سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان اسمه الصادق الامين، كميزه صعب انك تلاقيها يعني، كان مميز انه الصادق الامين. لما يقولوا الصادق الامين ما فيش غير واحد، لان صعب انك تلاقي حد صادق وامين، يعني انك تعرف عنه في كل المواقف في كل الحالات انه صادق وامين، فيبقى فبتطلع عليه اللقب ده. فقلت له هي يعني امينه ازاي يعني؟ فهمني بس افهم صدق. الصدق ماشي فاهمينه، طب الامانه؟ قال لي يعني مثلا ما حدش من زملائها مثلا اللي بيكرهوها بيستأمن حد اللي هي في الشغل، الاسرار ما بتطلعش اسرار حد. قال لي يعني مشهود لها بالموضوع ده في العيله ووسط الاصدقاء. قال لي بس يعني هم ما بيطيقوهاش يعني، يقعدوا معاها كتير يعني، ممكن يجوا يدوها الامانه ويمشوا. وقعد يقول بقى عيوب كتيره فيها يعني. انا ما بحبش يعني ان حد يحكي كتير على مراته لحد غريب يعني، دي نصيحه ليكم. لكن عايز تحكي لحد تستشيره، هيدلاينز يعني، قول من غير تفاصيل، قول مثلا ايه انا بعيب عليها ايه كذا وكذا وكذا، بس 1 2 3 4 كلمه كلمتين في كل نقطه، 4 5 نقط مقتضب. ما تخليش الطرف الثاني يتخيل بقى مراتك يعني شخصيتها ايه بقى وبتعمل ايه في البيت وبتتعامل ازاي. لا ده زياده، ما ينفعش انه يتقال. في حد هيقول لي ده اصل هيساعد في حل المشكله. لا الحاجات دي ما بتساعدش في حل المشكله. اللي يساعد انك تقول الصدق في الحاله بالظبط، وجهه نظرك ووجهه نظرها فيك ايه. انا قلت له بقى ايه السؤال اللي بيوجع اللي بيضايق الناس؟ قلت له طب وهي شايفاك ايه؟
قال لي هي شايفاني ان انا يعني مش عارف انا عايز ايه في الحياه. قال بتنكد عليا ساعات، لكن هي بصراحه هي غلبانه. قال لي هي بتروح وبتيجي، وتاني يوم بتعاملني عادي وبتاع. قلت له يعني بيحصل مثلا خناقات بينكو وتقول لك طب مش طبخه مثلا وبتاع وموت بقى ولا جوع؟ قال لي لا، ما بتاثرش في الحاجات دي، يعني الحاجات الاساسيه في البيت قال لي ما بتاثرش فيها مهما كان بينا ايه. قلت له طيب خلاص يعني. وسالت اسئله تانية طبعا خاصه بالزوج والزوجه، مش لازم تسمعوها، بس الفكره كلها اللي عايز اطرحها عليكم ان الواحد بيستسهل كده، كانها نقله بسيطه كده في العربيه، بينقل من الثالث للرابع مثلا، نقله اللي هو انا قررت بقرار منفرد كده ان ادور على زوجه تانية. طب ودي؟ يقول لك ما انا لما الاقي التانيه بقى هبقى اسيبها. يعني انت كده بتقلل قيمتها قوي، بتقلل قيمتك برضو. يعني اللي اعرفه ان واحده مش طايقها، مش طايق تعيش معاها، صارحها بالمشاكل، عرفت تصلحها كان بيها هتكملوا حياتكم، ما عرفتش تصلحها او قالت لك مش هصلح انا كده كويسه، يبقى تسريح باحسان وتتفرقوا وخلاص، وتبتدي تدور بعد ما تسيبها. لكن واحد متزوج ويدور مع واحده تانية، ويا سلام لو الواحده التانية دي عارفه انه متجوز، اكيد مش هتبقى حد تمام قوي. لذلك بجد الناس اللي هي بتقول، وممكن هو صادق جوه قرارة نفسه ان هو بيقول انا بدور على زوجة تانية، مش حبيبة ولا عشيقة ولا الكلام الفارغ ده، انا بدور على زوجة تانية او زوجة بديلة بدل الزوجة الاولانية اللي خلاص ما بقتش تريحني. غالبا حاجة من اتنين، يا اما مفيش علاقة بتكمل، يا اما بيكمل علاقة بس مع واحدة واقعة قوي، واقعة اخلاقيا في الغالب، اللي هي عارفة ان واحد متجوز واخده من مراته وبتخرج معاه وبتروح وبتيجي وممكن تعزمه في بيتها، يعني اكيد واحده مش تمام. معظم الروسيات بنشوفهم في المجتمع، مش هقول لك يعني الاغلب، ما اعرفش نسيتهم كام، بس معظمهم يعني اللي بعرفهم وبشوفهم في حياتي، اما تبقى هي مش متجوزه وفي واحد بيحاول يتعرف عليها ويتقرب منها او معجبه هي حتى بواحد، تقول له الاول وريني باسبورك متجوز، يقول لها اه بس هطلق، طلق وبعدين تعالى ما تكلمنيش وانت متجوز. في ستات بتشترط كده يعني قافله الباب، ما فيش متجوز يتكلم معايا او يكلمني في مشاعر ولا يوعدني، اسفه متجوز، علشان بعد كده هي برضو ايه، هم بيتعاملوا يعني مبدا دنيوي وهو مبدا الهي ربنا حاطه في الدنيا، اللي هو داين تدان، اللي هو هتعمل هيتعمل فيك. فهي بتقول لك انا اخد واحد من مراته، من ورا مراته اروح اوعده، فهيجي بعد ما اتجوزه هيجي واحده توعده من ورايا، ما انا لازم هشرب من نفس الكاس. ده ستات العاقله اللي هم كتير على فكره. فيا اخي خلي بالك، مش تبقى بتستعمل الزوجه كده مؤقتا تضميد جراح لحد ما تلاقي واحده تانية. لا، واضح ان حضرتك مش صادق مع نفسك، مش صادق انك عايز تسيبها، او مش صادق انك عايز تتجوز واحده تانية، او يمكن مش صادق في الاثنين. ايه رأيك بقى في التفسير ده؟ هيضايقك، هيزعلك، انا عارف، ولكن خليك صريح مع نفسك علشان ترتاح، علشان تعرف طلبك ايه. لان في ناس في الاخر اما اتكلمت معاهم كتير رايح جاي، هو من نفسه اللي رجع وقال لي الموضوع كان نزوه وانا غلطان، قال انا مراتي اكتشفت اني ما اقدرش استغنى عنها، واكتشفت ان انا ما اقدرش اعيش مع واحده تانية. قال لي كل اللي عرفتهم وقت النزوه، قال لي كلهم ما ينفعوش للزواج، زي ما حضرتك قلت لي بالظبط، كلهم عايزين لعب وعلاقه بس. ويوم ما هطلق واقول لها اتجوزك التانية دي، او اجي اقول لها عايز اتجوزك، هتقول لي لا في العش ولا طارت، ما احنا حلوين مع بعض كده، هو عايز جواز ليه؟ ما انت كنت بتوعدني وانت متجوز، فرقت ايه؟ فقال لي فعلا، قال لي سمعت الكلام ده او شبه الكلام ده بودني، قال لي فعرفت لا يعني الباب ده مقفول. فانا نصيحتي يا اخي الكريم، حدد موقفك الاول مع زوجتك الحاليه، وبعد كده ابقى ابحث، لان الشيطان بيلعب في التفاصيل، في التفصيله دي، يقول لك لا تطلق وتبقى في الهوا كده وما تعرفش تعيش، وشوف بقى ده احسن هتزني هتغلط، انا خايف عليك، خلي مراتك معاك لحد ما تلاقي واحده تانية. فالنتيجه انه ايه؟ يخرب علاقتك بمراتك الحاليه، وبيخليك تعرف ساقطات وتغلط مع واحده تانية، فيقوم يحق عليك القول، وتبقى من اللي هم كلوا اللحم الفاسد قدامهم اللحم الحلال، وراحوا كلوا الاكل المنتن، دول بيتعذبوا كده في النار، يعني اللي بيبقى قدامه الحلال ويروح ياكل الاكل الفاسد يعذب من جنس العمل في الاخره.
والعياذ بالله، ربنا يحفظكم ويحفظنا. في نهاية الكلام يا رب يكون الفكرة واضحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.